وينضم معنا حول قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل عضو لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية ماجد القعيط. أهلا ومرحبا بك سيد ماجد. ما سبب إقرار مذكرة تفسيرية للمادة 41 من نظام العمل التي كثر حولها اللغط وسوء التفسير واستغلالها بشكل خاطئ؟ الله يحييك أخوي نايف، الشهر عليك مبارك وعلى جميع المشاهدين، أشكركم على هذه الاستضافة. الحقيقة بالنسبة للمذكرة، طبعا القرار أصلا اللي هو القرار الوزاري ما كان واضح من البداية. السبب طبعا مفهوم، لأنه صدر على عجالة والأحداث كانت متسارعة، وهذا أمر أول مرة يمر على المنطقة السعودية وكذلك في العالم كله، وهذا شيء متوقع. القرار أصلا يعني بالنسبة للقارئ العادي لم يستوعب القرار الأول، فشيء متوقع أن يطلع تفسير. بعض أصحاب العمل اللي من أوائل المتضررين، اللي بدأ معهم الضرر خلنا نقول في بداية الجائحة في شهر 3 خلنا نقول، يعني حدث لهم ضرر واضطروا يتخذون بعض القرارات، لكن بعض أصحاب العمل الثانيين طبعا ركبوا الموجة، شافوا أنه في أصحاب عمل بدأوا يتخذون قرارات قاسية. قالوا خلاص كل الشركات تتخذ قرارات قاسية، خلونا إحنا برضو نتخذ قرارات قاسية، وهذا غير صحيح. سيد ماجد، الآن من المتضرر فعلا من هذا التعديل؟ هل فعلا تضرر السعوديين أكثر من غير السعوديين في المنشآت، وأم يعني كل الموظفين تضرروا؟ هو أنا بالعكس، أنا أقول من هم المستفيدين، يعني اللي أشوفه أنا القرار، يعني سوق العمل يمر بمرحلة حرجة، المرحلة هذه تحتاج تدخل على أعلى مستوى. القرار الوزاري ساعد في تنظيم الكثير من هذه الأمور، لكن مشكلة القرار بس أنه يحتاج إلى بعض التحسينات، لكن هو ساعد في التنظيم. الكثير من القانونيين عليهم عندهم ملاحظات على القرار، نعم، لكن القرار أفاد السوق بشكل كبير وتدخل بشكل ممتاز، وخلنا نقول ونظم الحركات السريعة اللي كانت ممكن تكون كارثية، لكن خفف من حدتها القرار. هل ستحاسب الشركات التي قامت بهذه الأفعال غير مسؤولة؟ أكيد ما في شك، لا يوجد، يعني الوزارة أكدت على هذا الشيء. طبعا احنا كأصحاب عمل متوقعين هذا الشيء، متوقعين انه حيكون فيها عقوبات، لكن للأسف بعض أصحاب العمل ما عندهم يعني هذا خلينا نقول ثقافة انه انت الآن مش عشان احنا في موجة سريعة وكذا تتخذ قرارات خاطئة او قاسية وتظلم الموظفين او يعني بدون دراسة، لا بالعكس. الوزارة طبعا حددت عقوبة واضحة جدا للي خالف هذا الشيء، بكل عامل حيكون فيه غرامة، لكل عامل تم التعامل معه بشكل خاطئ 10,000 ريال لكل عامل، وهذا قرار طبعا يعتبر، انا اشوف انه يعتبر عادل جدا. طيب، لانه ليس من العدل انه يعني يتم التعامل بشكل خاطئ بهذه الطريقه. طيب سيد ماجد، منذ بدايه الازمه تضرر عدد كبير من الموظفين بتخفيض رواتبهم او انهاء خدماتهم بسبب تلك، يعني برايك هل يجب ان تتحرك اللجان العماليه لتفادي تفاقم الوضع؟ هل تشوف ان يعني اللجان مقصره قليلا في يعني حمايه الموظفين؟ اليوم الوزاره اصدرت تنظيمات حسب ما ترى الوزاره مصلحة السوق عشان تحفظ استقرار السوق وتحرص على عودة السوق بأسرع وقت. أصحاب العمل عندهم ملاحظات كثيرة على القرار. أيضا اللجان العمالية هي ككيان قانوني رسمي يجب على اللجان العمالية أن تؤدي أدوارها، تنقل صوت العمال، لازم يخفف الضرر على العمال قدر الإمكان، لابد يكون لها تواجد، يعني لابد يكون لها تواجد في المعادلة. أما أنه يكون أنها يعني تتردد أنه تظن أنه وجودها حيضر بالسوق، لا بالعكس، وجودها مهم جدا. نعم، شكرا لك سيد ماجد القعيط عضو لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية بالرياض، شكرا جزيلا لك.